بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يفتح لي صدري واحلل عقدة من لساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سنة جديدة، ويعني نستغل هذه الأوقات يعني الكريمة والطيبة في يعني بعض الأمور المتعلقة بالتعليم الطبي. أنا معكم الدكتور وسيم زكريا، اختصاصي أمراض باطنة. أنهينا بفضل الله دبلوم في التعليم الطبي من مؤسسة معتمد في مصر. الحقيقة هذه المحاضرة من المحاضرات الهامة جدا للأطباء المقيمين والأطباء المشرفين. كيف نقيم التعلم للأطباء المقيمين في المستشفى؟ طبعا لما نحكي نحن التقييم، هذا أمر يعني لا يشمل فقط أنه والله نحن بدنا نعمل امتحان للمقيم، هو بيلعب دور كتير كبير في نجاح تدريب الأطباء المقيمين. بيوجهنا سواء كنا متدربين يعني المقيمين أو مدربين، عشان نحقق أهداف التعلم اللي نحن يعني وضعناها طبعا. ويعني راح يوفر لنا وسائل تقييم ممتازة لتحسين التدريب، تطوير المناهج لاحقا، تطوير طرق التدريس لاحقا، أيضا تطوير جودة بيئة التعلم لاحقا. طبعا هناك آليات متعددة للتقييم راح نتحدث فيها في هذه المحاضرة. طبعا هذه الآليات راح تكون دقيقة وموحدة، يعني كل المقيمين يخضعون لنفس الآلية وبدقة حتى لا تكون هناك أي تحيز بين المقيمين. طبعا هذا التقييم في حال طبق راح نتأكد لما بيتخرجوا هدول المقيمين يكونوا مجهزين بعدة أنواع من المهارات والمعرفة والمبادئ الأخلاقية والسلوك الكافي والتعليم. شو غرضنا من التقييم المستمر؟ ليش لازم دائما نخضع المقيمين المتدربين للتقييم؟ هذا الفائدة له، أول تحسين صفات المتدربين، يعني إذا كان في عنده خلل المتدرب خلال فترة التعلم نحسن له هي الصفة بحيث يعني ما يتخرج وهو عنده نفس هي الصفة. تحسين مهارات التعلم، في بعض المقيمين يعانون من يعني ضعف في التعلم، فمن خلال هذا التقييم المستمر نحسن له مهارات التعلم. الكشف عن أي صعوبات تواجه المتدربين لكي يمكن تصحيحها. ايضا تقييم البرنامج التدريبي اللي احنا وضعناه، قد يكون البرنامج التدريبي فيه خلل، قد يكون صعب على المقيمين في السنوات الاولى، سهل في السنوات الاخيره. نقيم ايضا الاطباء المشرفين وكيفيه تدريبهم. التاكد دائما من التزام الاطباء المشرفين والمتدربين بالتخصص، يعني بنفس المهارات المطلوبه في التخصص. والغرض الاخير والمهم جدا، وهو يعني يمكن راح ناخذ فيه الكثير من الحوار، وهو إمكانية تقرير إمكانية انتقال المقيم من سنة إلى أخرى، ويسمى يعني اختبار الترقية. وأخيرا تقرير إمكانية التقدم للامتحان النهائي، يعني لما نحن نقيم المقيم بشكل جيد وفق الطرق اللي راح نحكيها في هاي المحاضرة، راح نقرر هل هو لازم يروح على الامتحان النهائي ولا لسه بده تدريب آخر. طبعا التقييم الاسسمنت نوعين، الفورماتيف والسماتيف. الفورماتيف هو التقييم التكويني، التقييم المستمر اللي بيحصل أثناء التدريب. أما التقييم الختامي فهو في نهاية التدريب. أيضا التقييم الختامي له نوعين، تقييم ختامي مثلا في نهاية الموديول، في نهاية مثلا السنة، والتقييم الختامي في نهاية السنوات الدراسية الخمسة. لنفهم موضوع التقييم لازم نعرف هذا الهرم المشهور اللي باسم هرم ميلر. هرم ميلر بيعلمنا انه الانسان بشكل عام والطبيب يعني لكي ينتقل من مرحله المبتدئ النوفيس لمرحله الخبير لازم يمر بعده مراحل تشمل المعرفه وسلوك، تغيير المعرفه يعني زياده المعارف وتغيير السلوك. طبعا المعرفه والسلوك وبيناتهم المهارات، هذول كلياتهم اللي راح لازم يتدرب عليهم المقيم، تغيير سلوكه، تغيير مهاراته أو زيادة مهاراته وزيادة معرفته.
هذا الهرم من قاعدته أول شيء لازم يتعلم المقيم، لازم يتعلم، وطرق تقييم هذا التعلم من خلال يعني مثلا أسئلة الام سي كيو والامتحانات التقليدية اللي بنعرفها ترو فالس والام سي كيو. لازم يعرف كيف، يعرف كيف يعني يعرف كيف يطبق ويناقش، يعني مثلا عرض الحالات السريرية، الأسئلة المقالية والأسئلة الام سي كيو من نوع الماتشينج اللي هو الوصل. فهون يبلش يتعلم كيف يطبق، كيف يناقش تحاليل مخبرية، يناقش حالة سريرية، كيف يضع التشخيص التفريقي. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة الشوز، يرينا كيف يعمل، لكن هون في بيئة المحاكاة، وهي بتتضمن امتحانات الأوسكي اللي بنعملها عادة يعني بنهايات التدريب. أما الدز واللي هي محور اليوم اللي راح نحكي فيه، يرينا كيف يعمل، يعمل مباشرة هون، يرينا كيف يعمل على المحاكاة. أما يعمل ففي بيئة العمل في الورك بليس، يعني بنشوفه أمام عيننا بالملاحظة المباشرة ومقيمه. راح نركز اليوم على قمة الهرم اللي لازم يتعلم. طبعا هذا السلايد بس لنذكر انه شو هو التقييم الختامي. التقييم الختامي اللي هو بيهدف بالمقام الاول عشان ناخذ قرارات مستنيره عن كفاءه المتدربين. التقييم التكويني هو خلال التدريب. التقييم الختامي بنهايه التدريب. هون بيكون مؤهل المقيم المتدرب للامتحانات عاده، وبيتم منحه شهاده التدريب. هلا التقييمات السميتيف الختاميه ممكن تجرى في نهايه السنه، مثلا بنهايه السنه الاولى او نهايه السنه الثانيه. ممكن يكون في امتحان ترقيه كتابي وسريري. هذا للسنوات الاولى ممكن تخصصه مشان ينتقلوا من سنه لسنه، طبعا بالاضافه الى عناصر التقييم الاخرى. التقييم النهائي اللي بنهايه العام مثل ما بتعرفوا، اللي هو بنهايه السنه الاخيره، بيكون في عندنا تقييم، التقرير، التقييم النهائي للتدريب اللي بيصادق عليه المجلس العلمي، بيصدروه المشرفين في المشافي، بيصادق عليه المجلس العلمي، وبيصادق انه هو اتم جميع المتطلبات السريريه المطلوبه منه في السجل العلمي ويعني بنجاح. ثم اصدار مدير البرنامج العلمي هذا القرار عشان يروح على الامتحان النهائي للتخصص. وطبعا اذا نجح في الامتحان فراح ينال الشهاده. والامتحانات النهائيه مثل ما بتعرفوا بسبوم زغيرة هو امتحان نهائي كتابي وامتحان سريري عملي بعد الامتحان الكتابي. رح أركز على هذول الامتحانين، الترقية بروموشنال كلينيكال اكزام، بروموشنال ريتن اكزام، ريتن اكزام. طبعا هذول الامتحانين بيكونوا مخصصين للسنوات الأولى عشان ينتقل المقيم من السنة إلى السنة. امتحان الترقية السريري مثل الامتحان السريري اللي بنجريه بنهاية الأعوام، لكن هون بيكون محدد أشياء معينة يتعلم المقيم خلال هي السنة. مثلا نحن علمناه يشتغل، ياخذ قصه سريه، يعمل فحص، يعمل بعض الاجراءات، خياطه مثلا الى اخره، فتح بطن اسعافي، 6 7 محطات ومنناقشه فيها بشكل سريري من خلال هي المحاور، مهارات التواصل، القصه والفحص والاجراءات العمليه والتشخيص والعلاج والاختبارات والاستقصاءات. والكتابي كالعاده ام سي كيو. يعني إذن هدول امتحانات الترقية وهدول امتحانات النهائية. تعالوا نتكلم اليوم عن محور كلامنا اللي هو التقييم التكويني، الفورماتيف اسسمنت، اللي بسموه أيضا التقييم المستمر. طبعا التقييم المستمر هذا بيتم توزيعه على مدار العام الدراسي. طبعا هون يعني هذا التقييم ما له أي علامات، يعني بمعنى آخر ما بيرسب وبينجح، على قد ما بنهدف فيه انه نزود المقيمين بتغذيه راجعه، عم نعطيهم تعليقات انه انت عملت هيك، انت اشتغلت هيك، انت لازم ما تشتغل هيك، انت لازم تعمل هيك حتى تتحسن الى اخره. التغذيه هي لازم تكون فعاله، التغذيه الراجعه اللي بنسميها فيدباك باللغه الانجليزيه. طبعا لازم نتحقق من خلال هذا التقييم الفورماتيف انه هاي الكفاءات اللي عم يقوم فيها المقيم تم الوفاء بها. لازم نقيم اداءه بنهايه كل فرز. طبعا هاي المشرفين هن اللي بيقيموها. طبعا المتدربين يعني لازم يسعوا انه حدا يقيمهم، لازم يحصلوا على هي التعليقات من المدربين طوال فتره التدريب او نسميها رحله التدريب، سواء كان مستواهم مبتدئ يعني السنوات الاولى او متقدم. اي مقيم خلال فتره التدريب لازم يسعى انه يحصل على تعليقات
لازم يسأل انه قيمني للمدرب تبعه. طبعا هذا فيه له اجراءات. طبعا المدربين نفسهم لازم كمان يتوقعوا انه لازم يعملوا تقييم يعني تكويني في الاوقات المناسبه للمقيمين. طبعا هاي ادوات التقويم اللي راح نستخدمها بهي الدراسه وبنهايه العام، فاتى بانه نقرر من يترقى واللي نسميه اختبار الترقيه إلى المستوى التدريبي اللاحق من المستوى الحالي. التقييم التكويني الناجح طبعا ميزاته أنه هو متعدد المصادر، راح نشوف هلا أدوات مختلفة للتقييم، وهيدي اللي هي بتحدد التقييم بشكل يعني مميز ودقيق. لازم يكون التقييم شامل بيغطي كافة مهارات أو مجالات التعلم اللي هي مثل ما حكينا المعرفة والمهارات والسلوك، النوليدج والسكيلز والاتيتيود. أن يكون التقييم ذو صلة، يعني بيركز على ملاحظاتنا للمتدرب أثناء العمل في بيئة العمل في مكان العمل. التقييم التكويني لازم يتميز بالتركيز على الإنجازات اللي بتعكس الكفاءات المتوقعة، اللي بتعكس أيضاً وبتناسب مع مستوى تطوير المتدرب. هذا التقييم التكويني المستمر طوال فترة التدريب بيتم عن طريق تقييم أداء المتدرب في الأنشطة الطبية الروتينية اللي بنشوفها بالملاحظة المباشرة. راح نشوف شو هي هاي الأنشطة الروتينية، راح نشوفها سلايدات أخرى. تقييم الأداء السنوي فيما يتعلق بالمشاركة والحضور للأنشطة الأكاديمية، هذا سلايد كتير مهم عشان نشوف شو يعني شو بيقيم المقيم عشان يترقى. هل حضر المحاضرات النشاطات الأكاديمية، هل حضر الجولات الكبرى الجراوند راوند، هل حضر اجتماع نادي المجلات، هل حضر عروض الحالات. وهذا الشيء مطبق وبينعطى عليه CME. التقييم أيضا دفتر السجل العلمي لوك بوك اللي بنحط فيه المقيم البروسيجرز اللي عملها، طبعا هي المهمات السريرية اللي بيحطها اللي قام فيها سواء تحت الإشراف أو بدون إشراف أو لوحده يعني أو بالمساعدة. لازم نقيم هل استوفى المتدرب الحد الأدنى من المهارات السريرية لأداء الإجراءات أم لا. طبعا كل برنامج مثل ما بتعرفوا المقيمين كلهم بيعرفوا إنه كل برنامج علمي مطلوب منك عدد معين من الإجراءات لازم تعمله، فهذا هو اللي بيشكل تطورك. هذا له تقييم خاص أيضا. التقييم الأخير هو تقييم الكفاءات القائمة على كل فرز. طبعا في استبيان بنوزعه للمشرفين، لازم يوقعوا على الأقل مشرفين على الأقل يعني اثنين. هذا الاستبيان رح نحكي فيه. استبيان بيقيم كفاءات المقيم كافة مثل ما حكينا من المهارات والسلوك والمعرفة والإيثكس والأخلاقيات، التعاون والإدارة والقيادة. طبعا كمان هذا بعد ما يتقدم لمدير برنامج لازم يتناقش مع المقيمين حسب الضرورة. إذا نرجع نعيدهم، تقييم الأنشطة الروتينية من خلال ملاحظة مباشرة رح نحكي فيهم بشكل تفصيلي، تقييم أداء السنوي بالحضور والمحاضرات والأنشطة الأكاديمية، تقييم السجل العلمي اللوك بوك، وتقييم الكفاءات من خلال المشرفين بطريقة الاستبيان. طيب حكينا عن تقييم الأنشطة الروتينية، شلون بتتم تقييمها؟ طبعا 10 ل 15 دقيقة بتاخذ من المشرف بس، ملاحظة مباشرة بتفاعل فيها المتدرب مع المريض بشكل مباشر، يعني أنت عم تشوفه المقيم في بيئة العمل نفسها وبتقيمه. هن 3 شغلات أساسية راح نحكي فيهم بالتفصيل بهذه المحاضرة، هن تمرين تقييم السرير المستغل ميني سي اكس، والمناقشه القائمه على الحاله السي بي دي، والملاحظه المباشره للمهارات الاجرائيه الدوبس. اذا ميني سي اكس والسي بي دي والدوبس، يعني جزء هاي الاختصارات نكرر عده مرات بدون ما نحكي نقول شو هي. هدول لازم نقيمهم اثناء العمل. طبعا يعني بالشكل المثالي يمكن ما تطبق عنا بشكل يعني دقيق، بشكل مثالي بكل فرز سريري لازم يجري المتدرب يعني المدرب عفوا لازم يجري المدرب 3 تقييمات على الأقل لكل فرز سريري. الفرز يعني الروتيشن بنسميه،
ممكن يكون الروتيشن مثلا 3 شهور، ممكن شهر، ممكن شهرين، حسب نوع الروتيشن. طبعا لازم يكون في نهاية الفرز، ولازم المدربين يقدموا ملاحظات محددة في الوقت المناسب للمقيمين بعد التقييم. يعني هو عمل تقييم ميني سي اكس، عمل سي بي دي، عمل دوبس، لازم مباشرة يعني أو مثلا ثاني يوم يبعث ملاحظات للمتدرب أو يقول له إياها بشكل مباشر ويقول له أنت أخطأت بهي الحالة، وأنت كنت كويس بهالخطوة، لكن الخطوة اللي بعدها كان في عندك ملاحظة، كان لازم تتأنى شوي، كان لازم تعقم بشكل جيد إلى آخره. طبعا في نموذج مخصص بيملاه المشرفين، بينجمع فيه نتائج الميني سي اكس والسي بي دي والدوبس كل 3 اشهر وبينعطى العلامه. هدول الادوات اللي عم نحكيهم اللي هن نقيم فيهم مثل ما حكينا المعرفه والمهارات والسلوك منشان نرقي المقيم من مستوى الى مستوى. شو هن؟ اول شيء المعرفه بيتم من خلال يعني النشاطات الأكاديمية اللي يعني اللي حكينا فيها، المحاضرات وأنشطة التعليم الطبي المستمر، من خلال كيس بيس ديسكشن اللي راح نحكي فيها هلا بالتفصيل، السكيلز المهارات من خلال لوج بوك، يعني الإجراءات اللي سجلها المقيم على اللوج بوك ونناقشه فيها، نشوف هل استوفى الحد الأدنى، من خلال الدوبس اللي هو الدايركت اوبزرفيشن اوف بروسيجرز، يعني نشوفه هو بيعمل الإجراء أمامنا ونقيمه، والميني سي إكس هو التمرين السريري المصغر، نشوفه هو بيعمل بيشوف مريض، بياخذ قصة سرية، بيحط خط، بيفحص المريض وبيحط خطة العلاج. أو السلوك يتم تقييمه من خلال التقرير الاستبيان اللي بنبعته للمشرفين في نهاية التدريب أو بنهاية الفرز حسب الحالة. يعني في نهاية التدريب عندنا تقرير، وفي نهاية كل فرز عندنا تقرير من المشرفين. إذا هذا الكلام راح نختصره بهذا المخطط الجميل. التقييم في بيئة العمل إما بيعتمد على السجلات مثل ما احنا شايفين بيمين الشاشة، بيعتمد على تقييم الأدلة الموجودة في السجلات مثل اللوج بوك والبروتوفوليو المحفظة. حقيقة كمان هي البروتوفوليو يعني بدها شرح يعني محاضرة لحالها، لكن هون أدلة كتب المقيم بإيده، فنتحرى عنها من خلال لوجو بوك والمحفظة البروتوكول. التقييم الثاني هو المعتمد على الملاحظة المباشرة، عندما يلاحظ المدرب كيف يعني يكون سلوك الطبيب. هون بيكون تقييم متعدد، عادة استبيان، ممكن المشرف، ممكن حتى الأقران، ممكن المرضى نفسهم، ممكن التمريض، كلهم يقيموا المقيم. أو التقييم الوحيد بالملاحظة المباشرة، الوحيد يعني مشرف واحد، يعني مشرف لمقيم بيقيمه من خلال السي بي دي والميني سي اكس والدوبس. إذا أما السجلات وأما الملاحظة المباشرة. رح نحكي على أول واحد من أنواع التقييمات، رح نحكي عن 4 أنواع من التقييمات بس نفصل فيهم قليلا. التقييم الأول هو تمرين التقييم السريري المصغر، ميني سي اكس ايفالويشن اكسرسايز، او الميني سي اكس اللي جايه من الاحرف الاولى لها كلينيكال ايفالويشن اكسرسايز. تعالوا نشوف شو هو الميني سي اكس. هو وسيله لتحسين مهارات التواصل وبيعكس ايضا الممارسه السريريه. طيب شو بتتضمن؟ بتتضمن انه شايفين مشرف بهي الصوره واقف بالخلف المقيم، ولو انه هذا المقيم مشيب بس هذا مقيم متقدم قديم، عم ياخذ قصه من مريض، لاحظوا، وبعد لاحقا راح يعمل فحص والمشرف واقف جنبه. مريض حقيقي واحيانا مريض ممثل، بس الافضل مريض حقيقي. الممثل يعني في بعض يعني المستشفيات الاكاديميه لديهم ممثلين خاصين بكل مرض يعني، فممكن يعني يكون ممثل، لكن هون المقيم عم ياخذ قصه، بيعمل فحص سريري. طبعا بعد يعني اخذ القصه والفحص السريري، الطبيب المشرف اللي شايفينه بالخلف بيعطي ملاحظات بناءه فوريه للطبيب المقيم عن ادائه عن سلوكه. لازم يسلط له على نقاط الضعف ويقترح له استراتيجيات للتحسين. شو بيركز هذا التمرين السريري المصغر الميني سي اكس؟ اختبار المقيم في مهارات اخذ القصه السريريه، فمثلا
المقيم بياخذ القصه بيوصف المشكله، بيستخدم الاسئله والتوجيهات باسئلته مشان يحصل على معلومات دقيقه وذات صله، ولا بيروح يمين بيجي يسار، اسئلته هل كانت موجهه صله بالمرض بالشكوى اللي عم يشكي فيها المريض، عم يستجيب بشكل جيد لمهارات التواصل من خلال لغة الجسد والإشارات غير اللفظية، هيدي كتير مهمة. عم يحدد وبيستكشف مخاوف المريض والقضايا بنطاق الاستشارة. طبعا بيتم تقييم مهارات الفحص السريري، طبعا هل عم يتم بيتبع المقيم تسلسل فعال ومنطقي بالفحص، هل عم يبلغ بالخطوات للمريض، يعني لما بده يجي يفحص له بطنه هل عم يقول له بدي افحص لك بطنك، ولا هيك مباشره بمد ايده على بطنه مثلا، بروتوكولات الفحص، ودائما يكون حساس لراحه المريض وتواضعه كمان، هيدا كثير مهمه. والله احيانا في بعض المقيمين بيكونوا يعني مع المشرف مع المرضى يعني بمعنى قاسين او صارمين، لا هل بيطلب منه مثلا ممكن تقعد ممكن تجلس ممكن تتشطح، ولا بشطحه هيك مثلا بيتفشوا دفش. مهارات الاستشارة، بيشرح المقيم الأساس المنطقي للاختبارات والعلاج، يعني هون لما مثلا خلص قصة وفحص فبده يطلب بعض الاستقصاءات ويطلب بعض يعني الصور الشعاعية، وحتى ممكن يكون إجراءات، هل عم يحصل على موافقة المريض، هل عم يشرحها للمريض، هل عم يسقفه بتدبير الحالة، هل عم يشرح الحالة بشكل جيد، مثلا إذا كان المريضة حامل أو مرضع عم يشرح لها خيارات العلاج، وإنه هذا بيضر الحمل هذا بيضر بالأرضاع. أيضا بيتم تقييم الحكمة السريرية الجادجمنت للمقيم، مثلا هل المقيم عم يطلب إجراءات تشخيصية سيلكتيف ولا نون سيلكتيف، يعني مثلا مريض عنده نزف هضمي راح طلب له صور شعاعية بسيطة ويعني معقدة، وكان هو بس بده تنظير، عم يطلب الاستقصاءات المختارة والكافية، هل عم ينظر في المخاطر والفوائد، هل عم يفسر نتائج الاستقصاءات سواء الشرعية أو المخبرية، عم يربطها بقصة المريض وأعراضه، هل عم يبرر توصيات العلاج، لما بيحط العلاج بيبرر إنه نحن أعطيناك هذا الدواء لأنه عندك هذا المرض وهذا الدواء له يعني تأثيرات جانبية أو لا. اختبار ايضا المقيم في الصفات الانسانيه، عم بيظهر المقيم الاحترام، الرحمه، التعاطف، عم بيأسس ثقه مع المريض، عم بيلبي احتياجات المريض فيما يتعلق بالراحه والسريه والتواضع. واخيرا اختبار المقيم في التنظيم، يعني بتلاقي المقيم كان عم بيحكي القصه بيدخل بالفحص بيدخل بالاستقصاءات، يعني مو منظم، اذا التنظيم هذا كثير مهم، عم بيحط المقيم امامه اولويات خاصة التدخلات والتواصلات في الوقت المناسب وبشكل موجز. طبعا لازم مدة هاي التمرين الميني سي اكس ما تتجاوز 20 ل 35 دقيقة، تقييم واحد على الأقل في كل فرز، مثلا كل 4 أسابيع ممكن يعمل هذا التقييم أمامه. لازم كل 3 شهور بيجتمع المقيم مع المرشد، وراح نحكي بآخر محاضرة شو يعني المرشد، عشان يناقش هاي النتائج الميني سي اكس ويتأكد انه اجرى العدد المعين. طبعا في فورم خاص لتقييم الميني سي اكس بيكتب فيه يعني المشرف، بيكون جاهز يعني موضوع على ورق او الكتروني، بيكتب فيه يعني اسم المقيم وهيك ملخص عن المرض، وبيحط بقى نقاط لعناصر التقييم اللي شافها امامه اللي حكيناها، من 4، 1 دون المتوقع، 2 على الحدود، 3 ضمن المتوقع، و4 فوق المتوقع، يعني ممتاز. طبعا ممكن احيانا يكون غير قادر على التعليق، يعني مثلا المسألة لا تخص يعني هذا الموضوع. اذا مثل ما حكينا القصة السريرية شلون اخذها، مهارات الفحص السريري، مهارات تواصله، حكمته، صفاته الانسانية، تنظيمه، والاخير الرعاية السريرية الكاملة. طبعا هون البيانات هيدا بس مشان نعرف انه الحالة كانت معقدة ولا جديد تعقيد المريض، هل هو جديد أو متابعة، وين كان المريض بأي قسم، وشو كان التركيز في الحالة على المعالجة أم الاستشارة أو التشخيص. ننتقل للنوع الثاني من التقييم، هو تقييم الملاحظة المباشرة للمهارات الإجرائية، Direct Observation Procedure Skills اللي سميناها الدوبس، اللي جاية من الأحرف الأولى للدايركت مباشر، Observation المراقبة،
البروسيجر هو إجراءات، سكيلز مهارات، مهارات. إذا تقييم المهارات الإجرائية يعني اللي بيقوم فيها الطبيب المقيم. طبعا الدوبس هي أداة تستخدم في تقييم أداء المقيمين في المهارات الإجرائية السريرية. يعني طبعا صورة تعبيرية أخذناها من الذكاء الاصطناعي، لكن عم يقوم المقيم مثلا ببزل الركبة، هذا المشرف في الخلف المريض والمقيم عم يقوم بالإجراء، والمشرف عم يسجل، عم يراقب المقيم أثناء تنفيذه هذه المهارة. ممكن المهارة تكون عملية جراحية، بس نحن فرضنا مثال هون، مثال صغير. ممكن تطبيقها على مريض حقيقي، وأحيانا المحاكاة. طبعا المحاكاة إلا إذا يعني بتسبب إزعاج للمريض، يعني بعض الإجراءات ممكن تأذي المريض، مثل مثلا بزل الركبة ولا غيره، يعني أكيد لا. ممكن مثلا يمثل إنه هو عم يضغط، يعني بيعقم بشكل جيد، بيحدد المكان بشكل جيد، لكن ما بيضغط الأبرة. ممكن تكون يعني مريض حقيقي في بيئة العمل، طبعا مع حرص المشرف على يعني المساعدة في الوقت المناسب. وطبعا مثل ما حكينا، بعد ما ينتهي هذا التمرين لازم يقدم الطبيب المشرف ملاحظات بناءة عن العملية اللي قام فيها المقيم أو الإجراء فور انتهاء الجلسة. وطبعا حتى المقيمين نفسهم لازم يقيموا حالهم بهي يعني الجلسة اللي صارت، ويفكروا في النتائج. طيب شو بيركز بشكل عام الدوبس؟ اختبار المقيم في التواصل الجيد مع المريض، هل شرح الإجراء للمريض، هل شرح المضاعفات الناجمة عن هذا الإجراء، هل أخذ موافقة مستنيرة. هذا الشيء أحيانا مطبق بالعمليات الجراحية، لكن بالإجراءات البسيطة ما عم يتم تطبيقه. هل كان الطبيب المقيم حساس لمخاوف المريض؟ يعني بمعنى آخر، إذا المريض خوفان إنه كان يهديه أو كان يفهمه إنه هذا الإجراء بسيط وما بيسبب كل هالخوف تبعه. هل كان عم يستمع بفعالية ولا بس بده ينجز بسرعة؟ هل كان عم يجيب عن أسئلة المريض؟ مثلا قال له هذا المريض، قال له هذا الإجراء بيموت فما رد عليه أو استهزأ فيه أو احترم سريته. وطبعا تقييم أيضا المعرفة، ممكن يسأل بعض الأسئلة، يعني المشرف مثلا شو استطبابات هذا الإجراء اللي عم تعمله، اشرح لي لشو، تشريح يعني. ممكن مثلا إذا كان عمل جراحي أو كان مثلا بمنطقة مثلا البزل، نقول له مثلا شو هذا المكان هون اللي بدك تبزل فيه، شو قريب منه عضلة، شو اسم الوتر، اسم العظم إلى آخره. لازم يكون عنده معرفة بخطوات الإجراء، لازم مثلا يعقم، يعمل بعد التعقيم يعمل تخدير موضعي إلى آخره. إذا هذا ممكن يعني بالأسئلة المباشرة للمقيم. بعدين تقييم تسكينه وتخديره المناسب، عم يختار الدواء المناسب للتخدير، عم يحقن الحجم المناسب، ويختار الأبرة والتقنية الصحيحة. تقييم القدرة التقنية، يعني هون بقى القدرة التقنية، عم يؤدي الإجراء هذا باتباع إرشادات القياسية، عم يستخدم الأدوات المناسبة، عم يتعامل مع أنسجة بلطف، بيوقف النزيف إذا صار، بيخيط الجلد بدقة، بيتعامل مع أدوات بشكل مناسب معادة مرتين، بيضم الجرح بشكل مناسب. طبعا تقنية التعقيم مهمة، هل عوجوية بشكل جيد، عم يستخدم الأدوات الآمنة والحادة بشكل آمن، عفوا الأدوات الحادة بشكل آمن، ما عم بزتها هيك. وتدبير ما بعد الإجراء، مثلا هل أعطى نصائح للمريض بعد يعني الإجراء، مثلا قال له لازم تنبطح على بطنك لمدة ساعتين، جوز يوجعك راسك، يشرح له المضاعفات، وإذا صار المضاعفات مثلا شو يعمل، مثلا ممكن بعض الأسئلة المباشرة. مدة هذا التقييم الإجراء بين 20 و 35 دقيقة. لازم نعمل 2 دوبس على الأقل بكل فرز، مثل كل أسبوعين مرة مثلا. وطبعا كالعادة بيجتمع المقيم مع المرشد وبيناقشوا النتائج الإجمالية للدوبس، ويتأكد إنه أجرى العدد المطلوب من التقييمات. طبعا في فورم أيضا خاص للدوبس اللي هو بيقيم مثل ما احنا شايفين 4 درجات كالعادة، 1 و2 و3 و4، دون المتوقع إلى فوق المتوقع. هل قارب المريض بشكل احترافي، تواصل معه وأخذ موافقته، بيعرف الاستطبابات والتشريح والتكنيك، حضر المريض بشكل جيد قبل العملية أو قبل الإجراء، قدروا قدرته التقنية شلون نعمل العملية، تعقيم والتدبير بعد العملية. طبعا من خلال هذا التقييم
بيحط الشيف ايضا ملاحظات، مثلا يحتاج المقيم لتدريب وممارسه اكثر على هذا الاجراء، يحط صح عليه. قد يحتاج المشرف عند حدوث اختلاط، يعني ممكن يعملها لكن ممكن يحتاج مشرف، ممكن يجي العمليه بدون مشرف ولا خالص هو قادر على انجاز العمليه. يعني اذا هي اقوى الدرجات. ننتقل للطريقه الثالثه بالتقييم، وهي المناقشه القائمه على الحاله، كيس بيس ديسكشن او سي بي دي، اللي ماخوذه من الاحرف الاولى، كيس حاله، بيس يعني معتمده، ديسكشن المناقشه، المناقشه المعتمده على الحاله. بالسي بي دي المناقشه المعتمده على الحاله هي وسيله لتحسين الخبره السريريه والقدره على اتخاذ قرارات ومقاربه الحاله ومعرفه التدبير لدى الطبيب المقيم. لاحظوا هون ما في مريض، بيجتمع المشرف والمقيم وبيشرح المقيم حالة صارت معه موجودة بالمشفى، مثلا موجودة حالة صارت معه بالإسعاف، شافها بالعيادة بأي مكان، وبيشرح القصة. المريض ما موجود، لاحظوا عم بيشرح القصة، أنه جاني مريض عمره كذا، سوابقه كذا، جاني بكذا، بأعراض كذا، بيشرح فحصه السريري، كان فحصه عنده مضض بطني بالمراق الأيمن، باقي الفحص ضمن الطبيعي، وشخصناه التهاب زائدة دودية، وضعنا خطة المعالجة اللي كان السيروم ملحي، أعطيناه صاد حيوي، ثم أدخلنا العمل الجراحي إلى آخره. إذا بشرحها شرح كامل. وهون الطبيب ممكن يعطي المشرف يعطي تقييمات وملاحظات بناءة فورية عن المعارف واتخاذ قرارات وتدبير المريض. ممكن كان يقول له مثلا، يقول له انتبه ترى يعني هون انت طلبت ايكو، ما في داعي تطلب ايكو، عم تقول لي كان الفحص هو زائده، فممكن ما في داعي لطلب الايكو. يمكن شو هو الاستقصاء الاول بتعرفه؟ فقال له والله السي تي هو الافضل. فقال له ليش لك ما عملته سي تي مثلا؟ صار في نقاش. ممكن يركز مثلا على اتخاذ القرارات في التدبير. ليش خليته المريض 24 ساعه مراقبه؟ اي والله لانه كان هيك وهيك. طيب مو كان الافضل تدخلوه عمل جراحي؟ والله ممكن كان الافضل طيب هذا يعني نقاط الضعف والاستراتيجيات التحسين كمان لازم يسلط الضوء عليه. اذا هون المناقشه المعتمده على الحاله سي بي دي بتهدف لاختبار المقيم، اول شيء يعني مهارات شرح القصه السريريه، مهارات تفسير النتائج السريريه، ومهارات وضع خطة التدبير والمتابعة والخطط المستقبلية. طبعا مهارة حفظ السجلات، لأنه ممكن المقيم هون يستعين ب يعني الملف المريض ويشرح منه، ما في إشكال أبدا. طبعا لاحظوا هون يعني اختيار الحالات ممكن يكون من قبل الطبيب المقيم نفسه، وممكن يعني يتم الاختيار بشكل تفضيلي للحالات الشائعة. مثلا ممكن يعني المقيم يختار من الحالات الشائعة الموجودة بالقسم، ما في إشكال أبدا. هو الغاية مو إنه حالة نادرة، وإنما مناقشة قائمة على الحالة، ممكن يكون من مرضى العيادة أو المشفى أو حتى الاستشارات. المقيم هو بيتواصل مع المشرف بيقول له أنا عندي حالة جاهزة وبدي أحكي لك عنها، يعني بيحدد الموعد. ممكن تكون حالة طويلة، ممكن حتى عدة حالات قصيرة، يعني الأمرين صحيحات. كمان مدة مناقشة حوالي 20 دقيقة على الأقل. في كل فرز لازم نعمل تقييم واحد من السي بي دي، وكل 3 شهور بيجتمع مع المرشد وبيتأكد إنه أجرى العدد المطلب مطلوب من التقييمات. إذا هذا الاستبيان كمان بالنسبة للسي بي دي، وعناصر التقييم فيه التقييم السريري، الاستقصاءات، خطة التدبير، متابعة، الخطة المستقبلية، الحكمة السريرية والتنظيم، والدرجات مثل ما حكينا من 1 لـ 4. هدول طرق التقييم أثناء العمل. في عندنا طريقة التقرير اللي بتتم أثناء التدريب، اللي هو بيعمله المشرفين، الـ In Training Evaluation Report اللي هو ITER اختصاره، بيقيم فيه سلوكيات المقيم. طبعا حتى يصير سلوك المقيم جيد بغرض أنه يقدم أفضل رعاية متميزة. طبعا على الاقل لازم يكمل مقيم شهر حتى نعمل له تقييم. طبعا معظم الفروزات يعني هي 4 اسابيع على الاقل، يعني من النادر انه يكون الفرز يعني مثلا 15 يوم او 10 ايام، فاقل شيء 4 اسابيع او شهر يعني. وفي بعض الفروزات 3 اشهر، في بعض الفروزات
6 شهور كما تعلمون. طبعا الطبيب مشرف بيكمل استبيان بنهاية هذا الفرز، ممكن 4 أسابيع. بيربط بين التمييز السريري للمقيمين والسلوكيات المهنية يعني الجيدة. طبعا بيتم تقديم هذا التقرير يعني من خلال يعني استبيان إلكتروني لكل مقيم على حدة بناء على إنجازاته أثناء الروتيشن. طبعا هاي عناصر التقييم، مثل ما لكم شايفين هن يعني كلمات صعبة شوي، لكن يعني راح هيك شوي نفصل في هذا السلايد هيك بدون ما نكتبهم. هو عبارة عن حوالي يعني 42 سؤال، بيقيم 7 مهارات أساسية أو 7 يعني عناصر أساسية في التعليم الطبي. فممكن نقيم المعلومات الأساسية والخبرة السريرية للطبيب المقيم خلال فترة التقييم، يعني مثلا خلال فترة ال4 شهور أو إلى آخره، اللي بسموها الميديكال اكسبيرتيز والديفلوبمنت. طبعا هون ايش بنقيم؟ يعني بيقيم المشرف فهم المقيم للعلوم الاساسيه، الفيزيولوجيا، القصه، الفحص السريري، اتخاذ القرارات في الاستقصاءات، تشخيص وتدبير الحالات الاسعافيه، استطبابات الاجراءات السريريه، اتقانه للاجراءات السريريه، استطبابات الادويه عم يوضعها بشكل جيد، مضادات الاستطباب، عم يمارس الطب المسند الدليل، عم يفسر النتائج المخبريه والشرعيه. العنصر الثاني من التقييم هو مهارات التواصل، يعني بيقيم يعني تواصل الطبيب المقيم مع المرضى، مع ذوي المرضى حتى، تواصل المقيم مع الرؤساء، مع المدراء، مع الزملاء الاخرين، مع المقيمين الادنى رتبه اذا كان هو مقيم متقدم، قدرة المقيم على تقديم الحالات أثناء الجولات الروتيش الراوند على المرضى، تقييم تنظيم المقيم يعني ملفات المريض، المشاهدات وأوراق التخريج. العنصر الثالث هو تقييم تعاون الطبيب المقيم الكولابريتور، اللي هو بيقيم في قدرة ومهارة الطبيب المقيم في الاستشارة، استشارة الأطباء سواء من نفس الاختصاص أو أحيانا استشارات الاختصاصات الأخرى. بيقيم تعاون الطبيب المقيم مع العناصر المهنيين الآخرين مثل مثلا التمريض، الفنيين، قدرة المقيم على حل النزاعات، قدرة المقيم على تلقي وإعطاء المعلومات. أيضا تعاون المقيم مع المقيمين الأدنى بيعلمهم بشكل جيد، طلاب الطب أيضا، قدرة المقيم على العمل ضمن الفريق متعدد الاختصاصات. العنصر الرابع هو تقييم التزام المقيم الإداري يعني المانجر، هل المقيم مثلا عم يلتزم بالزي الخاص بالاطباء، عم يلتزم بنظم اجراءات العمل في المستشفى، بيلتزم بالمواعيد، بينضبط مواعيد العمل، الحضور والانصراف، بيستخدم بشكل عام التكنولوجيا المعلومات في البحث عن سجلات المرضى، برامج ادخال بيانات مثل ما بتعرفوا الان معظم المشافي صار برامج ادخال بيانات فيها الام ار. طبعا فهم المقيم للموارد الموجوده في المستشفى وبيطلبها عند اللزوم، ما بيطلب استقصاءات بشكل كبير. توازن الاولويات عند الطبيب المقيم من خلال التوازن بين وقته الشخصي والوقت المهني. تحمله للمسؤوليات الاعلى خاصه بالشؤون الاداريه والقياديه، عم نطلب منه طلب اداري هل بيقوم فيه او لا. ايضا العنصر الخامس هو تقييم مهاره المقيم كداعم ومدافع عن الصحه، هيلث كير ادفوكيت، اللي هو بيقيم تطبيق المقيم لاسس ومبادئ الوقايه الشخصيه، يعني التعامل مع ادوات طبيه، التعامل مع المرضى والاجراءات ذات خطوره، بيلبس كفوف الى اخره، بيلبس جاون وقت بيلبس. هل بيلتزم المقيم بالتثقيف الصحي للمرضى، مثلا بينصحهم بايقاف التدخين، الحميه، اخذ اللقاحات، التزام طبيب مقيم بخدمه المرضى باقصى طاقاته، وادراك الطبيب مقيم للمحددات الهامه اللي بتاثر على المرضى، يعني مثلا مريض فقير ما يروح يطلب له يعطيه دواء غالي، مريض وضعه الاجتماعي مثلا معين ما يطلب منه اكبر من طاقته. العنصر السادس هو تقييم صفات المقيم الاكاديميه سكولاريلي، اللي هو بيقيم المقيم هل المقيم بيعلم اقرانه، المقيم السنوات الادنى او طلاب الطب او حتى الكوادر الطبيه الاخرى يعني المهنيين ايضا التمريض والفنيين، ايضا مشاركته وحضور الطبيب المقيم للنشاطات الاكاديميه المحاضرات وتقديم الحالات، هل عم ينفذ الطبيب المقيم يعني تعليم ذاتي، وهذا كثير مهم يعني نسال عليه من وين عم تقرا،
شو المصادر عم تقرأ منها، شلون عم تنفذ، بتعرف هاي المعلومات، يعني تسجيل الحالات على السجل العلمي كمان هيدا بيكتبها المشرف. اتخاذ القرارات للمقيم هل هو مبني على الدليل أم عشوائي. العنصر السابع أو بعرف طولت عليكم هو تقييم سلوك الطبيب المقيم المهني والأداء خلال فترة التقييم اللي بيتم تقييم المقيم تقبله للتوجيهات الملاحظات البناءة والاستعداد لتنفيذها، احترام طبيب مقيم للتنوع سواء بالعرق والعمر والجنس الإعاقة والذكاء والحالة الاجتماعية، إظهار مقيم الاحترام والرحمة والتعاطف مع المرضى، التزامه بأخلاقيات مهنة الطب، إدراكه لحدوده، بيعرف إمتى يطلب الاستشارة وبيعرف إمتى خلاص هون أنا ما بحسن بكمل لازم أطلب المشرف، إيفاءه والتزامه بالمواعيد، مثلا حدد مواعيد ليعمل هاي المحاضرة هل عم يلتزم فيها أو لا، قدرته على متابعة المرضى في الأوقات اللاحقة، وإظهار الاحترام للمشرفين والأطباء والموظفين المهنيين الصحيين الآخرين بالمشفى، تدوين المعلومات بدقة حتى الأخطاء الطبية، يعني هيدا كتير مهمة بتبين سلوكه أنه هو ما في عنده كذب، وأخيرا تفاني المقيم وشعوره بالمسؤولية. طبعا ولكل واحدة من هدول الدرجات من 4 ويتم جمعه. طبعا المقيم مطلوب منه يقدم عروض تقديمية مثل ما حكينا محاضرات، فكمان بيتم تقييمه أثناء المحاضرات اللي بيتم تقييم جميع مدخلات التعليم فيها. كمان في استبيان بيظهر، يعني بيظهر كل العناصر أثناء يعني العرض التقديمي الباوربوينت، هل كان أظهر معرفة شاملة بالموضوع ولا حكى هيك معلومات عامة، هل تناول الجوانب الوقائية، دائما يعني لازم نركز دائما على الوقاية، بما أن حكي خير من العلاج خاصة إذا في كان موضوع له علاقة بالوقاية. العرض كان واضح، كان منظم، أدار الوقت بشكل جيد، وضح الأهداف الرئيسية في بداية المحاضرة، عرض مقدمة معبرة، استخدم مواد واضحة موجزة مقروءة، تواصل بشكل جيد مع الجمهور، طلب تعليقات من المتعلمين والمشرفين. طبعا قبل المحاضرة هل حضر إلى بشكل جيد، يعني تواصل مع مشرفه، تواصل حتى مع ميسر الجلسات مثل ما عندنا يعني زميلنا الأخ محمود صوان، هل ناقش وربط المراجع في الأدبيات الطبية ولا كان فقط عم يعرض عرض من أي مرجع كان، هل حافظ على سرية المرضى، يعني هذا كثير ننصح فيه إنه يستخدم مواد سريرية أو صور أو تحاليل أو استقصاءات نحافظ على سرية المرضى، ما بصير يظهر اسم المريض، ما بتصير تظهر صورته. طبعا في بداية العرض لازم يحدد إدارة وتضارب المصالح، خاصة لما يكون عم يحكي أحيانا المعالجة، كثير من الأحيان بدل ما يكتب اسم علمي بيكتب اسم تجاري للأدوية، ما يكون عم يستخدم هذا الدواء كنوع من الدعاية، لازم يقول إنه أنا مالي مصلحة بأي شيء يذكر بهذه المحاضرة مع أي شركة دوائية أو مع أي مؤسسة أخرى، وهل طرح أسئلة تعليمية مناسبة وجاوب عليها. هلا هاي البروتوفوليو انه رح نحكي فيها محاضرة كاملة اللي هي بيقيم، بيتم تقييم فيها كل شيء، كل شيء عمله الطبيب المقيم، الميني سي اكس والدوبس والسي بي دي كله بيتسجل كم واحد عمل وش قد الافرج تبعه، والبروتوفوليو كمان له تقييم، يعني المحفظة اللي سجل فيها المقيم ملاحظاته، انا عملت اليوم بذل قطني بس كان عندي مشكلة في التعقيم، أنا انتبهت لها، أنا ما لبست جاون أثناء البذل القطني، كنت هيك شوي غليظ مع المريض وما أخذت إذنه لما باشرت العملية، فهيدي كمان بتخضع للتقييم. إذا باختصار الميني سي إكس ممكن نعمل مرة شهريا، السي بي دي مرة شهريا، والدوبس مرة شهريا، يعني لازم نعمل تمرين سريري ياخذ فيها المقيم القصه والفحص السريري امامنا بشكل مباشر 20 دقيقه، ونسجل ملاحظاتنا عليه ونعطيه الملاحظات البناء والتعليقات والفيدباك، لازم يعمل اجراء امامنا بشكل شهري ونقيم هذا الاجراء من الاستطبابات وحتى القيام الاجراء والشرح ما بعد الاجراء، وايضا يحكي لنا المريض قصه سريريه مع فحص، مع خطه معالجه اللي عملها والاستقصاءات اللي عملها، سواء كان مريض من العيادة
ايضا بشكل او الاسعاف او المشفى بشكل شهري، ويجلس المقيم مع المشرف المرشد سميناه المنتور او المرشد كل 3 اشهر لمناقشة هي التقييمات السريرية، سواء استيفاء من حيث العدد او استيفاء يعني اذا كان فيها مشاكل. تعالوا نحكي هيك بعجالة عن المرشد. الاجتماع مع المرشد كثير مهم. مين هو المرشد؟ المنتور اللي سميناه هو طبيب عضو من اعضاء هيئة التدريس، ليس مشرف، ليس من الضروري ان يكون مشرف، يعني ممكن يكون من مشفى اخر، ممكن يكون من نفس المشفى لكن ما هو المشرف المباشر. ممكن احيانا نحن عندنا بظروفنا هو مثلا رئيس المجلس العلمي او احد اعضائه، بتكلف بالاشراف على تطوير المقيم المهني وليس على الاشراف المباشر، وبيوجه يعني بيقدم الدعم للمتدرب. بشكل عام اهداف التوجيه والارشاد هو توجيه الزملاء نحو التطور التطوير الشخصي تطوير مهني من خلال مراقبة مستمرة للتقدم تبعهم. طبعا المرشد مهمته يحدد مين المتعسر من هذول المقيمين، مين المتفوق منهم. طبعا في بعض المقيمين بيعانوا من اضطرابات عاطفية ونفسية، لازم نحددهم ونكشفهم بشكل مبكر وتقديم التوجيه المهني لهم. مين هو اللي ممكن يكون مرشد؟ أي عضو هيئة التدريس درجة الاستشاري، مع يعني درجة الاستشاري هو يعني بيكون عنده يعني خبرة في أكثر من 10 سنوات، ممكن إنه يكون مرشد. في تدريب خاص للمرشدين، هو عبارة عن يعني إرشاد اجتماعي أكثر، ما بيصير يكون المرشد أكثر من 6 يعني من المقيمين، زملاء أظن المقيمين يعني لكل مرشد يعني على الأكثر 6، ممكن مرشد لمقيم، ممكن نعم ممكن مرشد لمقيمين ولثلاثة وأربعة وخمسة وستة لحد الأعلى. طيب طبعا يعني يفضل، وهي صعبة شوي، إنه يكون المرشد عم يشوف الزملاء من نفس السنة، يعني مثلا وسيم هو مرشد للمقيمين السنة الثالثة بهذا المشفى، عددهم 6 عددهم 3 إلى آخره. الأفضل يكون من نفس السنة مشان يشوف الفوارق بين المقيمين. شو وظيفته هذا المرشد؟ بيتمثل وظيفته بأنه بيقدم رعاية، علاقة مهنية طويلة الأمد، يعني بيوفر له مثل منزل أكاديمي بدل بيتهم الثاني عشان يشعروا بالراحة، بيشاركهم خبراتهم، بيعبر عن مخاوفهم، بيوضح لهم المشكلات اللي ممكن تواجههم في هاي البيئة، بيئة العمل. طبعا المرشد لازم يحتفظ بالسرية الكاملة خاصة المعلومات الحساسة، ولازم يحيل يعني المرشد القضايا المهمة بشكل مبكر لمدير البرنامج أو رئيس القسم أو رئيس المجلس العلمي إذا حدد مشكلة تتطلب خبرة أو موارد قد تتجاوز قدرته. مثل إيش مثلا لازم يحولهم؟ مشاكل أكاديمية خطيرة، والله هذا المقيم صار سنة ثالثة وما بيعرف شيء مثلا عن التكنيك العمل الجراحي، ما بيعرف شيء عن التشريح، هي مشكلة خطيرة مثلا، هي مشكلة أكاديمية. التدهور التدريجي، والله كان جيد يعني أداؤه بنخفض، صار عنده مشاكل عقلية مثلا، مشاكل نفسية، مشاكل شخصية تتداخل مع واجباته الأكاديمية، أو أحيانا سوء السلوك المهني، والله صار مدمن، صار في عنده عصبية مثلا، دخل في مشاكل. طبعا هاي المسؤوليات بهذا السلايد ما لم يتوقع أبدا المرشد، ما له علاقة فيها المرشد. المرشد ما بيقدم محاضرات، ما بيعمل جلسات سريرية إضافية يعني مثل ما بنعمل نقول دورات، ما بيقدم برنامج تعليمي، هو بس بيقدم له المشورة. لما بصير في عنده مشكلة عقلية أو نفسية بيحيله، لكن هو ما بي مثلا ببلش بيعالجه، خاصة إذا كان موضوع خطير، يعني مثلا المقيم عم بفكر بالانتحار ما بصير هو يعطيه هي الشغلة، ما المهم مسؤوليته. ما بصير ينخرط في الأمور الشخصية، والله أمور الزواج الطلاق إلى آخره، وما بصير يعطيه يقدم له أي دعم مالي أو مادي. طب الحد الأدنى للاجتماعات مع المنتور المرشد هو كل 3 4 شهور، المدة تقريبا 30 دقيقة حتى ساعة حد أقصى. يعني ممكن حتى يعين المرشد يعني هو هاي المدة. طبعا لازم المقيم يضل مع المرشد طوال فترة البرنامج التدريبي، هيك الأفضل يعني، إذا طبعا كان هذا الشيء متاح إنه المرشد يضل مستمر معه من دخوله لتخرجه.
طبعا الموضوعات اللي ممكن نتناولها خلال الارشاد، جلسه الارشاد، مراقبه التجربه السريريه الشامله خاصه المخاوف، مراجعه اللوك بوك ونشوف المهارات اللي عم يقوم فيها المقيم، محدد الحد الادنى منها. طبعا اعاده النظر اذا كان في مثلا جلسه سابقه كان في مخاوف سابقه، كان في مشاكل سابقه ما انحلت، نعيد النظر فيها ونستكشف العوامل غير الاكاديميه اللي عم تتدخل بشكل خطير مع التدريب، ولكن إذا كان في هاي مشاكل ممكن يحولها ما يتدخل فيها. إذا المشاكل غير الأكاديمية. إمتى لازم يعني تقدم تقرير بالمقيم؟ هي جلسة إرشاد، جلسة مساعدة، لكن إمتى بيقدم تقرير لمدير البرنامج أو رئيس قسم عن المقيم؟ إذا كان عنده مشكلة تغيبات، مثلا 3 اجتماعات متتالية مقررة في الإرشاد ما أجى عليها الطبيب المقيم، كان سلوكه غير مهني، كان أداؤه ضعيف على الرغم من إنه عم تعطيه المشورة وبتنصحه لكن ما زال سلوكه ضعيف، أو إذا كان عنده مشاكل نفسية أو عاطفية أو صحية خطيرة، أو إذا كان في مخاوف جدية لدى المرشد باتجاه هذا المقيم. وآسف للإطالة وشكرا لأصدقائكم.